السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. الوصفة تاعنا اليوم إن شاء الله راح تكون كيكة سهلة اقتصادية، بدون بيض، بدون حليب، بدون خلاط كهربائي. تجي روعة، رطبة، خفيفة، وتحضروها في أقل من 5 دقائق. وقبل ما نبدأ في الوصفة تاع نهار اليوم، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي. على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. إذا نحتاج 2 كيسان من الماء الدافئ. قياس الكاس المستعمل في هذه الوصفة 250 ملل، وتقدروا تستعملوا حتى قياس 220 ملل. راح نزيدوا نصف كاس تاع الزيت ونخلط المكونات مع بعضهم. نزيدوا 3 كيسان تاع الفارينة، لازم تغربلوها. هذا الكاس الأول. نزيدوا الكاس الثاني. نزيدوا الكاس الثالث. نزيدوا نصف كاس من السكر العادي، نصف كاس كاكاو. ننصحكم ديروا نوعية جيدة، نوعية ممتازة، باش الكيك نتاعكم يجي روعة. نزيدوا نصف ملعقة كبيرة لافاني ورشة ملح، وزوج أكياس خميرة الحلوى ما يعادل 20 غرام. شوفوا البنات، على بالي راح تكتبوا لي في التعليقات زوج أكياس خميرة الحلوى راح يجيكم بزاف. الكيكة نتاعنا ما فيهاش البيض وما فيهاش الحليب، يعني لازم نديروا فيها 2 أكياس خميرة الحلوى باش تجيكم خفيفة وبزاف هايلة. هنا نبدا نخلط المكونات مع بعضهم بهذا الطريقة حتى نتحصلوا على خليط خفيف ماشي ثقيل، باش الكيكة تاعكم تجيكم خفيفة وبزاف هايلة. لو كان الخليط نتاعكم يجيكم ثقيل راح تزيدوا له شوية تاع الماء. لو كان تخلوه ثقيل الكيكة تاعكم راح تجيكم معجنة وثقيلة. راح نزيدو 2 ملاعق كبيرة تاع الخل. بالنسبة للخل الدور تاعو راح يخلي الكيك نتاعنا يجي طالع وبزاف خفيف. نكمل نخلط بهذه الطريقة. نأكد ونعاود القوام تاع الخليط لازم يكون خفيف ما يكونش ثقيل باش تنجح معكم الوصفة. نجيبو المول تاعنا اللي راح نطيبو فيه. كما راكم تشوفو دهنتو بالزبدة، رشيتو بالفارينة، ونوزعو الخليط نتاعنا بهذا الشكل. وفي هذه اللحظات الفرن تاعي سخون، سخنتو مسبقا. الكيكة نتاعنا نطيبوها في 170 درجة، نحطوها في الوسط والفرن شعلو من الأسفل. شوفوا البنات، عندي ملاحظة مهمة جدا. الكيكة تاعكم إذا جاتكم ثقيلة ومعجنة يعني كترتو فيها الفارينة. الخليط لازم يكون خفيف باش تجي خفيفة. الكيكة تاعنا بعد ما طابت نحيتها من الفرن، راح نديمو ليها. كيما راكم تشوفوا جات روعة ما شاء الله، جات بزاف بزاف هايلة. هنا راح نخليها حتى تبرد ونقسموها. بعد ما بردت نبدأ نقسمها بهذه الطريقة. ما لازمش تقسموها سخونة باش ما تتعجنش. راح نحطوها على جنب ونبدا نوجد معكم صلصه الشوكولا. كما راكم تشوفوا نحتاجو كاس ناقص اصبع واحد فقط سكر عادي. نزيدو له كاس كاكاو ناقص اصبع واحد فقط. المكونات كامل راح تكون بنفس المقدار. راح نزيدو كاس كما راكم تشوفوا نفس الشيء، نقصو منه مقدار اصبع واحد فقط حليب بودره. نزيدو كاس تاع الحليب. شوفوا البنات، هنا راح نخلط في الأشواغ باش يذوب السكر مع باقي المكونات.
راح نزيدو نصف كاس تاع الزيت ونكمل نخلط بنفس الطريقه. راح نزيد ملعقه كبيره تاع النشا، نوزعوا الخليط نتاعنا في كسرونه، نخليها على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى نتحصلوا على هذا القوام. لازم تحصلوا على قوام شويه خفيف ماشي ثقيل. بعد ما تحصلنا على صلصه الشوكولا راح نوزعها بهذه الطريقه وهي سخونه على الكيكه نتاعنا. وتقدروا تحضروا صلصه الشوكولا اللي حضرتها اليوم معكم ولا اي صلصه تعجبكم مولفين تحضروها. وبالنسبة للتزيين يبقى اختياري على حسب الرغبة على حسب المتوفر عندكم. كما راكم تشوفوا زينتها تزيين بسيط جدا، وكما قلت لكم بالنسبة لصلصة الشوكولا تقدروا ديروا اي صلصة تعجبكم. اساس الكيكة تجي ربعة وهذا هو الشكل النهائي. كيكة الخمس دقائق سهلة سريعة، ما تاخذش منكم الوقت ولا مجهود، توجدوها في آخر لحظة. نتمنى فعلا تجربوها كيكة بدون بيض بدون حليب بدون خلاط كهربائي فقط. عندي ملاحظة مهمة جدا، إذا الكيكة تاعكم جاتكم ثقيلة يعني راكم كترتوا فيها الفارينة، كما شفتوا فيها ثلاث كيسان تاع الفارينة، ولازم كما قلت لكم الخليط يجي خفيف ماشي ثقيل، وهذا هو أساس نجاح هذا الكيكة. نتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو للاخير باش تسمعوا هذا الملاحظة وتنجح معكم هذا الكيكة من اول تجربة. وطلبتوا مني بزاف كيكة بدون بيض واليوم لبيت لكم الطلب ديالكم. نتمنى من كل قلبي تجربوها تفرحوا بها عائلتكم وليداتكم، تقدموها مع قهوة الصباح قهوة العصر، تضيفوا بها عند حبابكم، تضيفوا بها ضيافكم. وكما شفتم مكوناتها بسيطة جدا سهلة في التحضير، حضرتها معكم بطريقة جدا مختصرة ووصفة ناجحة من أول تجربة، وأنا متأكدة إذا جربتها راح تعجبكم بزاف وتعجب العائلة وراح ترجع معتمدة عندكم. إذا نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تنال إعجابكم وتجربوها، وطبعا ما تنسوش تجربوها وترسلوا لي صور تطبيقاتكم كما عودتوني دائما. ونشكركم بزاف على حسن المتابعه وتعليقاتكم الجميله والرائعه والطيبه. نقولكم الله يحفظكم ويسعدكم يا رب، وربي يحفظ لكم كل عزيز وغالي على قلبكم. وفي الاخير ما بقى لي غير نقولكم اذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام في امان الله.